مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة استثنائية من كلام في الميديا النهاردة. حلقة هتكون مهمة جدا. اتأخرنا شوية بسبب طبعا تغطية أكيد حضراتكم تابعتوها خلال أو من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وافتتاحات النادي الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر. هذه الافتتاحات المميزة جدا واتكلمنا فيها بتفاصيل كتير. عايز أرحب بضيفي العزيز الأستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابة أخبار اليوم. يا أستاذ عمر منورنا. نورك يا أمير، وسعيد إن أنا أكون موجود معاك وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. عايز اخد منك في البدايه كده تعليق على الافتتاحات اللي اكيد تابعتها من خلال شاشه قناه الاهلي وافتتاح المنطقه الترفيهيه الجديده مقر النادي الاهلي مدينه نصر. يعني برضو انت عملت تغطيه رائعه ما شاء الله، ويمكن فكره انه تشوف الثوره الانشائيه اللي عاملها النادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن مجلس الاداره كله مليان قامات، كل في مجاله وكل في تخصصه، كمان اسماء كبيره جدا. اعتقد انه كلهم بيشتغلوا في اتجاه واحد، اتجاه انه يحققوا النادي الاهلي وينجزوا البرنامج اللي وعدوا بيه اعضاء الجمعيه العموميه، ويمكن من خلاله كمان حازوا على ثقه اعضاء الجمعيه العموميه في الانتخابات اللي فاتت. واعتقد كمان انه رد على كل الكلام اللي اتقال كمان قبل الانتخابات، انه قد يكون الاهتمام بالجانب الرياضي اعلى من الجانب الانشائي والجانب الاجتماعي، لكن الحقيقه من اول يوم اشتغل فيه مجلس الكابتن محمود الخطيب وهو بيدير كل الملفات بنفس الأهمية. أهم حاجة عنده النادي الأهلي دايما يكون في الرياضة يكون رقم واحد. أعتقد أنه النادي الأهلي في مقراته حتى الثلاثة والفرع الرابع في التجمع الخامس على مستوى فعلا يليق بأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. ويمكن حتى جمهور الأهلي كمان لما بيشوف المشاهد دي، شوفها على قناة النادي الأهلي، بيشوف التغطية اللي بتتعمل للافتتاحات دي والإنشاءات الجديدة، ومش مسألة مجرد صيانة أو تطوير أو حاجة، لا فعلا إحنا بنشوف حاجة مختلفة تماما عن اللي كان موجود قبل كده. ودي سنة الحياة، النادي الأهلي بدأ بمقر واحد ثم بقى عنده ثلاث مقرات، دلوقتي بيبتدي كمان في الرابع، وأعتقد أنه كمان في المستقبل نتوقع أنه النادي الأهلي كمان يكون موجود في مصر كلها. أعتقد أنه خطوة مهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي، تأكيد على أنه ما فيش ملف بيطغى على ملف تاني جوه النادي الاهلي. بالظبط، دي حقيقه واضح في الحقيقه، يعني اهتمام المجلس بكل الجوانب والملفات اللي بتخص الرياضه، الجانب الرياضي، الجانب الانشائي، الجانب الاجتماعي، ده واضح من خلال التغطيه اللي غطيناها لافتتاح المنطقه الترفيهيه داخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. عايز اروح لملف اخر والنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، كلام كتير جدا عن النادي الاهلي، بالتالي عايز اعلق معاك على الصحف النهارده وبعض الاخبار اللي كانت في الصحف، وهبتدي بالاخبار المسائي. الاخبار المسائي بتقول ايه؟ بتقول ان الغموض والسريه زي ما انت شايف يا عمر كده شعار الاهلي، مدير التعاقدات يواصل جولاته الاوروبيه بحثا عن مدرب وخط ساخن مع الخطيب. تعليقك ايه؟ قبل ما اتعلق بس انا عايز اقول حاجه، ان ده في حد ذاته يعتبر نجاح لمجلس اداره النادي الاهلي، ان كل يوم الناس تسمع اسم مختلف هو اللي هيمسك النادي الاهلي. فالسريه واضحه، وده في حد ذاته في الحقيقه نجاح للمسؤولين عن هذا الملف داخل النادي الاهلي. رايك ايه في الخبر؟ خليني اقول لك انه انا هتفق معاك في انه فكره انه السريه، وفكره انه حتى الان يمكن ده بقى شغلي او دوري كاعلامي ان انا بدور على المعلومه. اعتقد بشكل شخصي انا ما كتبتش اي حاجه مثلا طول الفتره اللي فاتت عن موضوع المدير الفني للنادي الاهلي، ولا تكهنات ولا حاجه، لانه مع ان احنا على مدار الحلقات اللي فاتت يا عمر بص كل العناوين عن المدرب واسماء وناس بتطرح اسامي، السوشيال ميديا بتطرح اسامي، الصحف، المواقع. اعتقد انه المره دي الوضع مختلف شويه. انا فاكر كويس جدا يوم التعاقد مع مارتن لسارتي، انا كنت ضيف لقناه النادي الاهلي هنا، وعلى الهواء جه الخبر، كان الزميل عمر ربيع ياسين على الهواء، الاهلي اتفق مع المدرب الاورجواني مارتن لسارتي. وكان اسم مش مطروح اصلا، ما كانش بالظبط اسم مارتن لسارتي لم يكن مطروحا تماما في اي وسيله اعلام، ولا حتى في الاحاديث الخاصه لحتى المسؤول النادي الاهلي. تمام، فده نجاح مش جديد على النادي الاهلي، ما اعتقدش انه الموضوع جديد فعلا. لكن يستحق الاشاده، لانه كمان النادي الاهلي طول الفتره اللي فاتت كان عليه العين طول الوقت هنا، وظهر له منافسين واختفوا، والوضع ما كانش في اطاره الطبيعي في الموسم اللي فات. لكن لما نيجي نتكلم انه السنه دي مجلس اداره النادي الاهلي بياخد قرار مش بانه بيغير تاني
المدير الفني ده، لانه شايف انه محتاج في المرحله الجديده مع المجموعه الكبيره من اللاعبين اللي تم التعاقد معاها، وبالمناسبه هم افضل لاعبين انا شايفهم موجودين في مصر في الوقت الحالي. يعني السكواد اللي موجود في نادي الاهلي دلوقتي هو الافضل. محتاج مدرب يكون على قدر طموحات نادي الاهلي. مارتن لاسارتي ما حدش يقدر يقول عليه انه مدرب فاشل، في النهايه هو الراجل اخذ الدوري طبعا، واخذ دوري صعبة. صعب. لكن في النهايه هو مش على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي، ومش قادر ما قدرش يستوعب فكره انه المدير الفني للنادي الاهلي ما بيبقاش هدفه انه ياخد الدوري بس. يعني هي دي مشكله لاسارتي، انه كان مقتنع انه انا اخذت الدوري في ظروف صعبه، فمفيش مشكله ان انا اخرج من افريقيا واخرج من الكاس. بالنسبه له ان ده كان الانجاز الاكبر، انه عمل انجاز. وعلى فكره هو انجاز لاسارتي مش انجاز نادي الاهلي. نادي الاهلي طبيعي بياخد الدوري. يعني انا من يوم ما وعيت على الدنيا نادي الاهلي بياخد الدوري. انا شفت الزمالك بياخد الدوري مثلا مرتين ثلاثه مثلا، يعني الاسماعيلي شفته مره تمام. لكن الاهلي المنطق بتاع الامور في مصر انه نادي الاهلي هو بطل الدوري، لانه بيكون الاجهز، يعني الاعداد بتاعه وتوازن فريق النادي الاهلي وقرارات مجلس ادارته واستقراره الفني بيكون متوفر له طول الموسم، فده طبيعي. لكن في ملف المدير الفني انا اعتقد برضو ان النادي الاهلي هيفاجئ الجميع باسم متوقع كده، في توقعي انا الشخصي انه اسم هيكون كبير في عالم التدريب. اسم هتكون اكيد الجماهير كلها عرفته وتابعته قبل كده، لكن ما كانتش تتوقع انه يجي يشتغل في مصر. تمام. فانا في تقديري وتوقعاتي بدون معلومات، هي توقعات بدون معلومات، توقعاتي ان ده اللي هيحصل، وانه المدرب اللي جاي اكيد هيكون على قدر اسم النادي الاهلي، وهيكون فهم كويس جدا هو رايح يعمل ايه في النادي الاهلي، واهداف النادي الاهلي ايه في المرحله اللي هو هيبقى موجود فيها. طيب خلينا نروح لخبر اخر، تحديد من جريده الدستور، واللي بيتكلموا بقى في جانب اخر بخلاف المدير الفني، الجهاز المعاون للمدير الفني بيقولوا ان الكابتن محمود الخطيب بيتمسك ببقاء الكابتن محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد، وان ازارو يرفض الرحيل الاجباري واشعل تحديد مده غياب ربيعه. خلينا ناخدها واحده شويه، واحده واحده كده شويه مع بعض يا عمر. نبتدي ان الكابتن محمود الخطيب بيتمسك ببقاء يوسف في الجهاز الفني، تعليقك ايه في الجزئيه دي؟ وهل هي تكهنات واجتهادات قبل الإعلان أصلاً على المدير الفني اللي هيبقى على رأس هذا الجهاز؟ أعتقد أنه التسلسل الطبيعي للأمور أنه كويس. الأول يبقى في مدير فني، بعد كده هيتشكل الجهاز المعاون، سواء هو المدير الفني ده الأجنبي هيكون معاه معاونين أجانب. بالتأكيد نهج النادي الأهلي طوال مسيرته أنه المدرب الأجنبي، خصوصاً لما يكون مدرب كبير زي ما جه مانويل جوزيه قبل كده، لازم يكون معاه في الجهاز الفني حد من ولاد النادي الأهلي. لأنه الهدف، أنت لما بتجيب مدرب أجنبي في أي نادي وفي منتخب مصر، الهدف من ده وجود مدرب أجنبي بتدفع له بالعملة الصعبة بالزبط. أن الخبرات اللي عنده تتنقل للمدربين طيب. بتوعك. طيب هنعلق على الجزئية دي بتفاصيل أكتر، بس خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي بمقر النادي الأهلي مدينة نصر، ولقاء هام مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا سياده العميد بهنيكم وببارك لكم، كل خطوه ليها حسابات وليها مرحله معينه. الوقت قليل، سنه واربع شهور، ان يتم في تسع شهور هذه الانشاءات في الثلاث فروع، حاجه تحسب اكيد للاداره التنفيذيه والاداره الهندسيه لمجلس اداره النادي الاهلي. الحمد لله. طبعا اولا لازم نبارك لاعضاء الجمعيه العموميه على الانجاز اللي حصل النهارده، ويمكن ده انا لسه كنت بقول ده مش موجود على مستوى انديه مصر ومستوى انديه الشرق الاوسط، لان ده ليفل تاني خالص. ربنا يعين بقى الفتره اللي جايه على تشغيله. ونفس القصه بناشد اعضاء الجمعيه العموميه الالتزام، يعني شوف النهارده منطقه الفود كورت لما بقى فيها التزام هم بيجوا يتبسطوا فيها، بدل ما بنخرج بره نادينا لا احنا بنيجي نادينا. نفس المكان النهارده، انت بدل ما تروح اي فندق او هتروح اوتر بارك في اي حته، لا انت هتيجي هنا متوفر لك الخدمه كويسه. مش مطلوب اكتر من حاجه واحده، نحافظ ونساعد الناس اللي بتشتغل، لان فعلا الناس بتتعب جامد جدا. ما فيش حاجه في الدنيا الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، احنا بنحاول وبنسابق الزمن وبنجري عشان يعني نلاحق على طلبات الناس. الحمد لله رب العالمين. يمكن تديك انت شايف والناس كلها بتقول الوقت اللي زي ده كنت بتلاقي النادي فاضي، النهارده بقى في اقبال غير عادي على النادي على مستوى الثلاث فروع، وده حاجه بتسعدنا. فانا كل اللي بطلبه حاجه واحده، الاعضاء الجمعيه العموميه ساعدوا الاداره التنفيذيه وهي شغاله، فرد الامن اللي موجود عشان خدمتك، الفرد النظافه اللي موجود عشان خدمتك، احنا بنساعد بعض طول عمرنا، احنا متربيين في النادي الاهلي على كده. يمكن حتى الاعضاء المنضمين جداد لازم تبقى عارف ده كويس قوي. سهل جدا اللي احنا نفضل ننقد ننقد ننقد، احنا هرجع اقول تاني وبقولها كتير جدا،
رئيس النادي، مجلس الاداره، الاداره التنفيذيه، احنا بنتابع كويس جدا ومتابع النقد وبنتحرك وبناخد اجراءات، ويمكن رئيس النادي بيقعد يتابع التفاصيل دقيقه جدا. كابتن محمد الخطيب ما بيسيبش حاجه غير متاحه بنفسه، ويعني في اجهاد. فارجوكم ساعدونا، مش انا اقول برضه، هرجع الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، لازم يبقى في سلبيات، تاكد ان صوتك واصل من غير ما نعمل مشكله ومن غير، بس حافظوا على نادينا. ودي الكلمه على طول الكابتن محمود بيقولها، والكلمه اللي احنا اتعلمناها من الناس القدام، اما يعني وصلنا النهارده بينا بنفهم يعني. ظهور للمنتخب وما بين ان انا ارجع العب ماتشات رسميه هيفرق معاك في التصنيف كمان، في التصنيف في، وحتى في انه لو في مدير فني جاي باستراتيجيه او بفلسفه مختلفه عن اللي فات تظهر. يعني هو اللي فات ما كانش عنده فلسفه اصلا في اللعب، فبالتالي انت محتاج انك تعمل معسكر، ومحتاج انك تعمل ماتشات وديه علشان تشوف اللعيبه، وعشان تشوف المدرب اللي انت هتتعاقد معاه ده هيأدي باي شكل. صح. فاعتقد انه لابد من حسم الملف، واعتقد برضو انه هيحسم قبل الاسبوع الجاي. يعني هو القصه مش انه جلسه مجلس اداره فهيلتزموا بانه بعدها، لا، اعتقد انه النهارده هو اسحب ويرفعوا الضغوط عن اللجنه المؤقته المعينه لاداره اتحاد الكوره في حته ملف المدير الفني، لانه اكيد كل الاهتمام بيبقى منصب عليه. مين الاقرب يا عمر؟ الاقرب ما تقدرش تحكمها قوي، لكن الاكيد ان هو مدرب وطني، الاكيد انه المرشحين يعني حسب معلوماتي انه خرج منهم حسام البدري بشكل نهائي. خرج منهم حسام البدري، خرج منهم حسام حسن، انه ايهاب جلال مطروح في الصوره، انه كابتن حسن شحاته مطروح في الصوره. جهاز المعاون يمكن في ناس يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي، زي مثلا كابتن محمد شوقي مطروح انه يكون موجود كمدرب مساعد، عصام الحضري مطروح انه يكون موجود في منصب مدرب حراس المرمى بعد اعتزاله. فاعتقد انه ملف المدير الفني هيحسم بدري شويه، مش هيستنى كتير. الاقرب ما تقدرش تحكمها قوي، لكن في النهايه هو الاهم. طب الانسب من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري ما اقدرش اقول لك ان احنا ممكن نغامر مع منتخب مصر في الوقت الحالي، لانه حتى السكواد اللي موجود او العناصر دلوقتي اللي هي اساسيه ومعروف ان هي في المنتخب ما تحتملش المغامره بمدرب مصري شاب في الوقت الحالي، هيبقى الموضوع صعب شويه. فاعتقد انه الانسب هيكون واحد من المدربين المصريين الكبار، يعني اعتقد انه حسن شحاته الاوفر حظا لتاريخه مع المنتخب، ولانه هو ابدى رغبه في العوده. يعني هو لما سئل عن الموضوع اكتر من مره قال انا جاهز، مش هتحجج بالسن، مش هتحجج بحاجه، وانا جاهز انه انا ارجع. وكمان هو اسمه من الاسماء المفضله عند اللجنه المشكله لاداره اتحاد الكوره في الوقت الحالي. فاعتقد انه ممكن يكون كابتن حسن شحاته او اسم تاني قد يكون إيهاب جلال. أعتقد أنه الأسماء المطروحة محدودة شوية. فيما يتعلق باللجان، من خبر من الشروق، اتحاد الكرة يعني تشكيل اللجان استعدادا للموسم الجديد. سمير عثمان مكمل كرئيس لجنة حكام، وبالتحديد كمان اللجنة اللي بتهمني جدا لجنة إدارة المسابقات، هل هتكون من خلال مازن مرزوق زي ما سمعنا ان اسم مطروح اسم مازن مرزوق، ولا هيكون في زي إدارة إنجليزية وشركة إنجليزية هي اللي تديج لجنة المسابقات؟ والله بص يا امير، الموضوع ده شائك شويه. شائك شويه ليه؟ لانه على مدار 15 20 سنه اللي فاتوا احنا بنشوف اسم او اسمين بس اللي بيدخلوا مجال اداره المسابقات للدوري الممتاز وكاس مصر في اتحاد الكوره، وده كان خطا. خطا من كل مجالس اداره اتحاد الكوره اللي تعاقبوا على الاتحاد الفتره اللي فاتت. يفضل اسم هو اللي مكمل، اسم او اسمين يعني. اذا ما كانش الحاج عامر حسين يبقى الكابتن مازن مرزوق، يا ده يا ده. يعني لو اعتذر عامر حسين مع حفظ الالقاب في اي وقت بيجي مازن مرزوق، اعتذر مازن مرزوق يجي عامر حسين. فين الكوادر الشابه اللي عندها خبره باداره كره القدم؟ لان اداره كره القدم بقت علم بيتدرس، الفيفا بيعمل ماسترز في مجال اداره كره القدم. بالتالي كنت افضل ان يكون في رئيس لجنه شاب، لكن انا اتمنى ان يكون اليه الاختيار او اليه تنفيذ فكره اداره للجنه المسابقات، وانه ما يكونش شخص واحد اللي بيتحكم في الجدول، وانه يكون في نوع من الكرياتيريا الموضوع، ان انا احط الجدول والماتشات وراعي التوقفات الدوليه. صح. وراعي الفرق اللي مشاركه في افريقيا. ده اللي اتمنى اشوفه بعيدا عن اسم مين هيبقى رئيس لجنه المسابقات. كابتن سمير محمود عثمان مكمل؟ اتمنى انه يكمل، لانه الحقيقه ظلم كبير في الفتره اللي جه فيها. التوقيت التوقيت كان خطا، لانه انا حقيقه فعلا انا بشوف انه كابتن سمير محمود عثمان من العناصر التحكيميه في مصر المثقفه جدا. اللي جداً. عنده رؤيه، اللي مطلع، بيطور نفسه، وده الاهم. فاتمنى انه يكمل. الوفد بتقول ان 18 مليون جنيه تكلفه استئجار اجهزه الفار بالدوري، شايف ان احنا قادرين نجيب الفار حتى لو في شهر يناير، ولا صعب الموضوع؟ امير الموضوع ما بيتاخدش كده، واتكلمنا فيه انا وانت قبل كده. اعتقد هنا في تقنية حكم الفيديو المساعد الفار بتحتاج خطوات طبعا ثابتة
العالم كله ماشي عليها بيتبعها طبعا العالم كله بيتبعها انه يعمل خطه الخطه دي بتروح للايفاب اللي هي المسؤول عن موضوع تطوير كره القدم والمعدات والاجهزه بتتم عن طريقه هتشتري المعدات دي عن طريق الايفاب بعد كده كمان بتعمل تجربه اوفلاين في ماتشات وديه وماتشات ناشئين ثم تبتدي تجرب بعد كده على المباريات الاساسيه ثم هم يعتمدك وفي وسط كل ده في تدريب للحكام البرنامج ده لازم يتبع بشكل رسمي فاعتقد انه انا كمان يعني مش شايف انه في يناير هيكون جاهز اتمنى ده يبقى انجاز يبقى كبير إنجاز. جدا اذا تم واتمنى ده فاعتقد انه الموضوع محتاج يبقى في شويه مصارحه كده مع الجمهور ومع الانديه انه يا جماعه احنا نقدر نطبق بس هناخد وقت سريعا ما ينفعش تبقى معايا ما اسالكش على نيمار موقفه ايه ريال مدريد ولا برشلونه كان في اجتماع طبعا مع باريس وفشل باريس فشل وفشل طب هيروح فين الموقف معلق حتى الان وفي على امل انه يرجع برشلونه تاني في امل انه يرجع برشلونه كان ريال مدريد بعدت بعيد بعيد ده بناء على رغبه ريال مدريد هم اللي مش عايزين يدخلوا في المفاوضات ولا دخلوا ومفاوضات فشلت لا المفاوضات فشلت حتى الان كل الجلسات اللي تمت مع نيمار ومع باريس سان جيرمان بتفشل هيكمل في بي اس جي اعتقد انه نيمار انتهى حتى لو رجع برشلونه انتهى. او حتى لو راح ريال مدريد زي زي ادريانو زيه زي لعيبه برازيليين كتير بيسيئوا اداره موهبته فالحقيقه نيمار اساء اداره موهبته اساء اداره موهبته بالظبط يا عمر نورتني وشرفتني انا كنت سعيد كالعاده دايما ان انت معايا انا اسعد يا امير ومتشكر جدا وشرف وفخر ان انا اكون موجود على شاشه قناه النادي الاهلي اهلا بيك في اي وقت طبعا صديقنا العزيز الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بوابه اخبار اليوم كان ضيفنا في حلقه كلام في الميديا النهارده دي كمان كانت حلقتنا وبكره باذن الله حلقه جديده من نفس البرنامج الى اللقاء